السلام عليكم. في الفيديو ده هنبدأ نشرح برمجة المكناجتس بازل على السي بلس بلس. هنستخدم الفيكتورز علشان الفيكتورز فيها فليكسبيليتي عالية جدا في الالوكيشن بتاع المصفوفة العناصر جوه الذاكرة وكده، على عكس المصفوفات. احنا في البداية لو انت ما انتش عارف المشكلة بتاعت المكناجتس بازل، ممكن انك انت تشوف الفيديو اللي هيظهر لك هنا، او انك انت تنزل على الديسكريبشن بتاع الفيديو ده فهتلاقي لينك للشرح بتاع المكناجتس بازل عشان تعرف العمليات اللي احنا بنتبعها لغايه لما نوصل للحل. احنا في البدايه خالص لما نيجي نحل اللغز ده، احنا هنتبع حل بسيط جدا، ان احنا هنعمل فيكتور. احنا دلوقتي انا عايز اكبر رقم اقل من حد معين، يعني اكبر رقم اقل من 100 مثلا، بيحقق الشروط ان هو ما ينفعش يتشكل من العلب اللي موجوده. فانا هعمل فيكتور بالشكل ده. الفيكتور ده هحط فيه العناصر اللي ينفع تتشكل، فأي عنصر ينفع يتشكل، لو العنصر رقم واحد ينفع يتشكل هقوم حاطط ترو، لو العنصر رقم خمسة ينفع يتشكل هحط ترو، لو العنصر رقم 100 ينفع يتشكل هحط ترو، العناصر اللي ما ينفعش تتشكل هحط فولس. بعد كده همشي على الفيكتور ده من الآخر للأول، أول عنصر يقابلني ما بينفعش يتشكل هقوم قايل إن هو ده أكبر رقم لا يمكن تمثيله من العلب اللي موجودة. برضو ارجع للفيديو الأولاني عشان تقدر تعرف إحنا بنتكلم على إيه. إحنا هنا المنهج بتاع الحل بتاعنا هما تلاتة لوب. فاحنا في البداية خالص هنبدأ ان احنا نعرف تلات ارقام هيدخل فيهم الـ حجم كل علبة، يعني عندنا تلات علب كل علبة لها حجم محدد، فندخل حجم التلات علب الاول. فنقول له انت مثلا، نقول له مثلا ام واحد وام اتنين وام تلاتة. بعد كده ندخل التلات ارقام دول، فاقول له مثلا سي اوت واقول له انتر فيرست نمبر. ممكن تخلي الاي دي كابيتال وتقول له سي ان الام واحد. بعد كده نكرر نفس السطرين دول على الام اتنين والام تلاتة. وتخلي دي انتر سكند نمبر ودي ثيرد نمبر. طب احنا كده دخلنا التلات ارقام، هندخل كمان اكبر رقم احنا هنوصل له. يعني احنا بنقول لك عايزين اكبر رقم اقل من كذا ما ينفعش نشكله، فالاقل من كذا يعني مثلا اقل من 100، اقل من 200، اقل من 1000. فهنعمل هندخل انت نسميه ماكس ترايلز مثلا، دوت اللي هو اكبر عدد من المحاولات هجربه. احنا كده نعتبر خلصنا الحاجات الاساسيه. نبدأ بقى نعرف هنا، نعمل انكلود للفيكتور علشان نعرف فيكتور جديد. هقول له هنا عرف لي فيكتور، واقوم مسميه مثلا على سبيل المثال هخليه من نوع بوليان مثلا واسميه في مثلا. المتجه ده متجه من نوع بوليان، يعني كل العناصر اللي فيه ترو يا فولس فقط. حجمه قد ايه؟ حجمه بالعدد اللي هو الماكس ترايلز اللي انت حددته من البدايه وعايزينهم كلهم يبقوا فولس. فهنعمل له هنا جمله assign في دوت assign، هنقول له الماكس ترايلز اللي احنا دخلناه هنا، ونقول له وفولس علشان يعرف فيكتور كله فولس بالماكس ترايلز. طب الماكس ترايلز ده ايه؟ المستخدم هيدخله، فاقول له مثلا سي اوت واقول له انتر ماكسيمم نمبر. واقول له سي ان للماكس ترايلز. طيب كده احنا عرفنا المتجه، يعني مثلا لو انا دخلت له قلت له اقصى حاجه عندك 100 اقصى حاجه عندك 200، فيعمل متجه 100 او 200، ال 100 او ال 200 دولت كلهم فولس. هنبدا بقى ان احنا نعمل لوب ثلاث مرات، فاقول له فور افتح قوس واقول له انت اي بتساوي واحد زيرو، الاي تبدا من زيرو وتستمر لحد ما توصل اقل من او تساوي الماكس ترايلز اللي انت دخلته ده. ده اكبر رقم اصلا، فانت مش عايز يبقى اكبر من كده، مقسوم على الام واحد، لان
يعني لو لما تجيب اكبر يعني مثلا لو انت مدخل 200 ف200 على الام 1 الام 1 ايا كانت انت مدخلها لو هي باي رقم فانت عايز توصل للرقم اللي هو يعني سوري اتلخبطت انا عندي هنا الماكس ترايلز ديت اكبر عدد من المحاولات والام 1 دوت الرقم اللي انا مدخله لما توصل او للرقم اللي الام الماكس ترايلز بيقبل عليها الام 1 لو زودت واحد بس عنه ما عادش هيقبل الاسم هيبقى رقم اكبر من الماكس ترايلز فانت مش عايز تجرب يعني مش محتاج تجربها بعد كده هتقوم قايل له اي بلس بلس هتفتح قوسين هنا وهنعمل نفس اللوب ديت بس على الجي والكي برضو هنقول له فور افتح قوس انت جي بتساوي زيرو والجي اقل من او تساوي الماكس ترايلز على الام 2 والجي بلس بلس لان دي المفروض ان انا هجرب لغايه اكبر يعني ده الرقم اكبر عدد من المحاولات على الام 2 اللي هو التاني رقم انت دخلته هنجرب لغايه عنده لو انت زودت واحد عن الرقم ده يبقى الرقم اكبر من ماكس ترايلز اكيد بعد كده هنجرب هنا فور انت كي بتساوي زيرو والكي اقل من او تساوي الماكس ترايلز على الام 3 والكي بلس بلس اللي احنا هنعمله هنا بقى ان احنا هنحسب قيمة حاصل ضرب كل دو واحد من دول يعني الاي والجي والكي اللي هما تلات ارقام في الام 1 والام 2 والام 3 نشوفهم هيطلعوا كام فيبقى ده الرقم اللي ينفع يتشكل بالكومباينيشن دي فما يقول له هنا مثلا تمب ونعرف التمب ده فوق هنا عشان ما نقعدش نعرفه كل مرة فياخد وقت اكبر في البرتنفيذ هنقول له انت تمب بره هنا وهنقول له هنا التمب بيساوي هناخد الاي اللي هي الاولانيه دي نضربها في الام 1 زائد الاي الجي في اللي هي الثانيه في الام 2 زائد الكي في الام 3 فيبقى انت كده جبت الكومباينيشن اللي ينفع تتشكل من الثلاث ارقام يعني احنا عندنا العلب ام 1 وام 2 وام 3 كل واحد فيهم له عدد فانت جبت الام 1 والام 2 والام 3 هتضرب كل واحد فيهم في الاي وفي الجي وفي الكي اللي هو حاصل الضرب ده وتشوف الرقم اللي طلع كام لو الرقم اللي طلع ده اقل من الماكس ترايلز فهتقول له اف التمب ده اقل من الماكس ترايلز اللي هو الرقم اللي المفروض يطلع فهتقول له حط لي الفي اللي هو اسم المتجه وفي التمب بيساوي ترو يبقى في الحاله دي انت الرقم ينفع يتشكل فانت قلت له الفي اوف التمب بيساوي ترو طيب احنا كده نعتبر خلصنا ما عادش ناقص بقى غير ان احنا نطبع الرقم فقط فانت هتقول له هنا فور هتبدا لوب بس تبدا بقى الفيكتور من الاخر للاول عشان اول رقم تلاقيه بفولس يبقى هو ده اكبر رقم ما ينفعش يتشكل فقول له فور انت اي بيساوي هتقول له بقى الفي دوت ماكس او هو الماكس ترايلز موجود اصلا يعني الماكس ترايلز ناقص واحد لان هو ده حجم الفيكتور اصلا او تقول له الفي دوت سايز وناقص واحد وبعد كده الاي اكبر من او تساوي الزيرو وبعد كده الاي ماينس ماينس يعني هبدا من الاخر لغايه الاول هقول له هنا بس جمله واحده اذا كان اذا لقيت اي رقم بفولس يعني هقول له اف نيجيشن الفي اوف الاي نيجيشن اوف الفي اوف الاي يعني لو لقيت قيمه الفي اوف الاي بتساوي فولس فانت في الحاله دي هتقوم طبعه فهتقول لي سي اوت وهتقول لي ذا لارجست number is وتقول لي اطبع لي الاي طالما انت لقيت الاي خلاص انت ما عادش هتكمل اللوب فتقول له بريك عشان نطلع منها يعني اعتقد كده البرنامج ده يشتغل ممكن نبص عليه كله على بعضه بالشكل ده دخلنا ثلاث ارقام دخلنا اكبر عدد من المحاولات هنبدا ثلاث حلقات هنعرف فيكتور بالحجم اللي احنا دخلناه هنعرف ثلاث حلقات كل حلقه بتبدا من اكبر عدد المحاولات على قيمه العلبه عشان ده اكبر رقم هيتحسب بعد كده هنبدا ان احنا نعمل الاي والجي والكي
اللي هم الثلاث حلقات، هنحسب الكومباينيشن بتاعت الاي والجي والكي في الام 1 والام 2 والام 3 بتطلع انهي رقم، فالرقم ده يبقى ينفع يتشكل فنحطه بترو في الفيكتور. بعد كده هنشوف الارقام اللي ما ينفعش تتشكل، هنجيبه من الاخر للاول، اكبر رقم هنجيبه هيبقى هو ده الرقم اللي ما ينفعش، اكبر رقم ما ينفعش يتشكل، وبعدين هننهي على طول اللوب كلها مش هنكمل. فاحنا لما ننفذ احنا مثلا كنترول اف 9 ممكن نعمل فيو لوج كده عشان نشوف اذا كان في اخطاء ولا لا. تمام، كنترول اف 10 احنا عارفين مثلا اللي هو المثال الشهير 6 و 9 و 20، يعني لو انا عندي 3 علب، علبه 6 وعلبه 9 وعلبه 20، فدولت اكبر رقم ما بينفعش يتشكل هو 43. فنشوف لو قلنا له هنا الماكس ترايلز نقول له 100 مثلا، 100 اكبر من 43 بكتير، فيقول لي فعلا 43. طيب نجرب مثال تاني، برضو في مثال مشهور اللي هو الخمسة والسبعة والتسعة، ده بيطلع 13، فنقول له برضو خليها 200، هيقول لي 13، لأن ال 13 ديت بعدها أقل رقم هنا في الثلاثة دولت خمسة، فال 13 ديت الخمس أرقام اللي بعدها ينفعوا يتشكلهم، فيبقى أي رقم بعدهم ينفع يتشكل. يعني لو فتحنا الإكسل كده وقلنا إحنا عندنا خمسة وسبعة وتسعة، فلو قلنا احنا قلنا الرقم اللي طلع 13، فيبقى ده اكبر رقم ما ينفعش يتشكل، لان ال 14 وال 15 وال 16 وال 17 وال 18 وال 19 لغايه ال 18 بس، خمسه خمسه همت 1 2 3 4 5 دولت كلهم ينفعوا يتشكلوا من الثلاث ارقام اللي هم الخمسه والسبعه والتسعه. طيب ال 14 7 و7 علبتين 7 و7، ال 15 3 علب خمسات، ال 16 9 و7، ال 17 5 و5 و7، ال 18 9 و9، فيبقى دي كل العلب اتشكلت. فطالما دول الخمسه تشكلهم اي رقم بعد كده هيتشكل بانك انت تجيب واحد من دول وتزود عليه خمسه باستمرار. شكرا.